ولتحليل أبرز ما جاء في الأسواق العالمية ينضم إلينا عبر زوم من الأردن أستاذ أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي. أهلا بك أستاذ عزام. مساء الخير أمجي، شكرا للإضافة. شكرا لحضرتك. يعني أبدأ مع حضرتك والمشاهدين بتقرير هام يشغل بال العالم بأسره والخليج العربي، وهو توقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجه العالم نحو عصر الطاقة الرخيصة مع التحول إلى استخدام الكهرباء، مما قد يخلف فوائد كبيرة من النفط والغاز. هل تتفق مع تلك التوقعات أستاذ أحمد؟ وأيضا ما حجم تأثيرها المتوقع على ميزانيات دول الخليج العربية؟ نعم أنجي، بكل تأكيد عندما ننظر إلى العام الحالي في آخر 3 أشهر تحديدا، وكالة الطاقة العالمية أشارت بأن الطلب العالمي ينخفض تدريجيا. بكل تأكيد عندما ننظر إلى الأرقام، الطلب يسجل انخفاضات بشكل متتالي، الطلب العالمي أقصد هنا، والمعروض أصبح هناك تخمة في المعروض، فبالتالي هناك كانت مخاوف شديدة بأن أسعار النفط تسجل المزيد من الانخفاضات. بكل تأكيد إحدى الأسباب بالنسبة لانخفاضات الطلب العالمي هي الاعتماد على الكهرباء بدلا من الاعتماد على طاقة النفط الخام. تحديدا عندما ننظر إلى الكهرباء، استغلال الكهرباء أو الاعتماد على الكهرباء سجل ارتفاعات بشكل متتالي في الفترة الأخيرة، فبالتالي يعطي إشارات بأن العالم يتجه من الطاقة الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء كما اسموها العلماء. عندما ننظر إلى المعطيات بشكل كامل، هنا نجي بكل تأكيد أحد الأسباب الأساسية بالنسبة للطلب العالمي هي الصين والتصنيع. الصين تسجل انخفاضات بشكل متتالية جراء الأرقام الاقتصادية السيئة، سواء كنا عندما ننظر إلى أرقام بشكل عام لمعطيات الأرقام الاقتصادية للصين تسجل انخفاضات، فبالتالي هي أكبر مستورد للنفط الخام، فبالتالي كان هناك بعض المخاوف أو المزيد من المخاوف أن يسجل الطلب العالمي المزيد من الانخفاضات. بكل تأكيد الاعتماد على الكهرباء بدلا من النفط هنا قد يؤدي إلى تراجع الميزانيات في دول الخليج، لكن قد يكون هناك تتبع للأرقام والتراجعات بناء على هل تعتمد الدول الخليجية على النفط كميزانية فقط أم هناك أدوات غير نفطية في الميزانية. بكل تأكيد عندما ننظر في الفترة الأخيرة تم التحرر بشكل كامل أو التحرر جزئيا بعض الدول الخليجية بالاعتماد على النفط. نعم بكل تأكيد أصبح هناك اعتماد غير نفطي في الأدوات. عندما ننظر حتى على النمو الاقتصادي، أصبح النمو الاقتصادي يقسم في عديد الدول الخليجية إلى النمو النفطي أو النمو غير النفطي، فبالتالي قد يتم التحرر بشكل جزئي في الفترة القادمة أو بشكل تدريجي في الفترة القادمة من الاعتماد في الميزانيات في الربحية من الدول الخليجية على النفط فقط، فبالتالي قد يكون هناك تراجعات في الفترة القادمة للطلب العالمي، لكن هناك بعض الحلول لارتفاعات الميزانية والنمو في الاقتصادات الدول الخليجية. أستاذ عزام، على ذكر الطاقة ومستقبلها، هل يصل الخام برنت إلى $100 حال حدوث هجوم واسع من إسرائيل على إيران كما هو متوقع؟ قد يكون هناك تسعير المخاطر الجيوسياسية أنجي في الفترة الماضية، عندما نظرنا مع بداية الشهر الحالي سجل النفط ارتفاعات، خام غرب تكساس تحديدا سجل ارتفاعات إلى ما يقارب مستويات $80 للبرميل، ثم عودنا الانخفاضات إلى مستويات ما يقارب $70 لخام غرب تكساس. هنا أتحدث موازنة المخاطر الجيوسياسية وارتفاعاتها، هل سيتم ضرب المنشآت النفطية أو منشآت التصدير للنفط؟ عندما ننظر على كل الأحوال أعتقد أنجي قد لن يكون هناك تأثير واسع وتسجيل ارتفاعات بالنسبة للنفط. السبب بأن الطلب العالمي يسجل انخفاضات، فبالتالي هناك تخمة معروض، أي حتى لو تم مسح التصدير أو مسح الأرقام الإيرانية بالنسبة للنفط، قد يكون هناك مزود آخر. بكل تأكيد المعروض المتواجد، المزيد من المعروض متواجد، فعلى ما أعتقد موازنة الأرقام قد لن يتم تأثيرها التوترات الجيوسياسية على ارتفاعات أسعار النفط في الفترة القادمة، لكن النظر إلى التوترات الجيوسياسية والمخاطر والطلب العالمي تحديدا من الصين قد يعطي انفراجة لارتفاعات أسعار النفط تحديدا الصين. أرقام الصين في الفترة الماضية هي أرقام سلبية جدا، عندما يكون أرقام سلبية جدا بمعنى أن دولة التصنيع تسجل انخفاضات وتباطؤ في التصنيع، انكماش في التصنيع، فبالتالي الطلب الصيني يعتبر قليل جدا. مع حزمة التحفيز الأخيرة المقرب بالنسبة للصين قد يسجل النمو الاقتصادي بالنسبة للصين ارتفاعات، فأحتاج أرقام وإثباتات جيدة بالنسبة للنمو الاقتصادي الصيني، مؤشر المنتجين الصيني أن يسجل ارتفاعات والخروج من الانكماشات في الفترة القادمة. هنا
قد يتم التعامل معها من النفط ارتفاعات وتسجيل ارتفاعات أو تداولات إيجابية، لكن إلى ذلك الوقت بدون أرقام أعتقد بأن النفط قد لن يمر إلى مستويات 100 تحديدا حتى نهاية العام الحالي بدون أرقام مفاجئة بالنسبة للصين. نعم، التضخم في المملكة المتحدة تباطأ إلى 1.7% في سبتمبر الماضي بهبوط تجاوز مستهدفات البنك المركزي، وهو ما يعزز توقعات خفض الفائدة بوتيرة أسرع خلال اجتماع بنك إنجلترا المقبل. ما قراءة حضرتك لهذه البيانات أستاذ عزام؟ سؤال آخر، كيف تؤثر على قرار المركزي الإنجليزي؟ تفضل. نعم، مؤشر أسعار المستهلكين وقراءة التضخم من المملكة المتحدة بريطانيا جاءت أرقام تعتبر جيدة جدا تحت حتى مستهدف البنك البريطاني تحت مستويات 2% عند مستويات 1.7% تحديدا على أساس سنوي. الأرقام التي تعتبر جيدة جدا وأجدها محفزة بالنسبة لبنك إنجلترا للتحريك لتغيير السياسة النقدية وتخفيض أسعار الفائدة هو التضخم الخدمات. تضخم الخدمات في الفترة الماضية إنجي كان يسجل قراءات مستقرة أعلى من مستويات 5%، فبالتالي كانت إشارة مخيفة بعض الشيء بأن التضخم قد يكون راسخ اقتصاديا، فبالتالي عندما نشهد قراءات بالنسبة للتضخم الخدمات تسجل انخفاضات دون مستويات 5%، مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة أيضا سجل انخفاضات، فبالتالي قد تعطي إشارات بالنسبة لبنك إنجلترا بأن التحرك لتخفيض أسعار الفائدة قد يكون جيد. الاجتماع الماضي كان تثبيت أسعار الفائدة، أعتقد بأن الاجتماع القادم مع هذه القراءات قد يتجه بنك إنجلترا تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وإشارات بشكل أكبر من أندرو بايلي حاكم بنك بريطانيا بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة مع نظر الأرقام الاقتصادية في الفترة القادمة قد يكون وارد، لذلك أميل لتخفيض أسعار الفائدة. نعم إنجي. نعم، ننتقل إلى الأسواق الإماراتية والتي تضررت مؤشراتها بسبب تراجع سهم إنفيديا الأمريكية في ظل حالة القلق بشأن القيود الأمريكية الأكثر صرامة على مبيعات الرقائق. هنا أسأل الأستاذ عزام، هل تتوقع استمرار تراجع السهم؟ أعتقد إنجي بالنسبة لنظرة طويلة الأمد أعتقد نعم. إنفيديا قد تكون هي الحصان الرابح بالنسبة للمؤشرات الأمريكية والأسهم الأمريكية. لحتى الآن الأسس المتواجدة تعتبر أسس جيدة، أرقام الربحية تعتبر أرقام ربحية عالية جدا بالنسبة لإنفيديا. عندما ننظر حتى بالنسبة للتوجيهات المستقبلية بالنسبة لإنفيديا تعتبر نوعا ما جيدة مقارنة بالشركات الأخرى، ليست ممتازة بل هي جيدة مقارنة بالشركات الأخرى. لكن عندما ننظر بالنسبة للرقائق الإلكترونية، نعم توترات الجي سي تي حافز يعتبر سلبي بالنسبة للرقائق الإلكترونية، لكن على المدى الطويل أعتقد بأن إمكانية تسجيل ارتفاعات في الفترة القادمة. ما يثير الانتباه في الفترة الماضية بدءا من العام الحالي بدءا من عام 2024 هي بعض الحوكمة، إشارات بشكل كبير جدا من الحكومات الأمريكية والحكومات الأوروبية بأن فرض الضرائب في الفترة القادمة على تلك الشركات قد يكون وارد. إشارة أخرى، الانتخابات الأمريكية، المخاوف شديدة جدا في الفترة القادمة بالنسبة للانتخابات الأمريكية لو ما تولى دونالد ترامب الحكم. بكل تأكيد دونالد ترامب هو متعارف عليه بأنه رجل التعريفات الجمركية، فبالتالي فتح ملف التعريفات الجمركية مرة أخرى إشارات بشكل أكبر على وضع ضرائب بشكل أكبر، قد يكون هناك ضعف قد يكون متوسط الأهمية في الفترة القادمة بالنسبة لتلك الشركات. بالتالي أعتقد بالنسبة إنجي أن إنفيديا على المدى الطويل قد تكون تداولاتها لا تزال إيجابية في الفترة القادمة. وضحت النقطة. بشكر من الأردن أستاذ أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي لمشاركته معنا اليوم. شكرا لكم.